لانه فما مسنين باش يشاركوا، فما سجناء زاده باش يشاركوا، والاعمار. اتو ناخذوا اكثر تفاصيل معنا السي الياس رابحي، مدير اداره المطالعه العموميه بوزاره الثقافه. سي الياس، صباح الفل، مرحبا بيك. صباح الورد، مرحبا بيك، مرحبا بجميع مستمعي شمس اف ام. زيد حكينا شويه سي الياس على البطوله الوطنيه للمطالعه، كيفاش بالضبط وين وقتش؟ إذا البطولة الوطنية للمطالعة في دورتها الثانية، اللي هي التظاهرة الثقافية الأكبر اللي تهتم بالكتاب وخاصة بالمطالعة. احنا اليوم معناها في الدورة الثانية هذه يقع توزيع 140 ألف دفتر مجاني في المكتبات العمومية بتاعنا، اللي احنا عندنا 436 مكتبة عمومية فيها القارة وفيها المستقلة. البطولة عرفت تقريبا تصفيات محلية ثم تصفيات جهوية، واليوم احنا وصلنا للتصفيات النهائية في قبة رادس إن شاء الله نهار 13 نوفمبر. أي. المترشحين هما 60 مترشح عن كل ولاية في شرائح عمرية مختلفة، عندنا بداية من 6 سنوات، وعندنا مشتركين اللي هما عمرهم في 80 عام و75 عام. دونك الدور النهائي باش يضم 60 مشارك عن كل ولاية، بمعنى 1440 باش يكونوا موجودين في قبة رادس مع العائلات نتاعهم، من أجل التنافس على الجوائز نتاع البطولة. بيان سور المشاركين هما مقسمين في 6 شرائح عمرية، بداية من 6 سنوات فما فوق. كل شريحة عمرية باش تكون فيها 5 جوائز. دونك عندنا 30 فايز باش يكونوا في البطولة هذه. فقط حاب نرجع شوية انه في البطولة في البداية نتاعها في التصفيات المحلية كان المطالعة حرة، كل مشارك يمشي ياخذ كتاب من المكتبة العمومية ويقراه ويتعدى على لجان من اجل معناها تقديم ملخص للاثر اللي قراه. هذا هو اللي اللجنة. كنت باش نسالك عليه سي الياس، لانه الناس تسمع فينا مثلا تقول لك شو معناها بطوله وطنيه للمطالعه، يا اخي يلموا العباد يقعدوا يقراوا في قصص ولا شنو ولا شنو الحكايه، كيفاش تصير العمليه؟ هو 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 الهدف معناها الاسمى للبطوله هو نشر ثقافه الكتاب والمطالعه ودفع التونسي نحو الكتاب والاعتماد بالاساس على العائله. الحقيقه كما قلت لك حبينا انه البطوله دي زادت تهدف زاده من جمله الاهداف نتاعها هي تحقيق الريادة للمرفق الثقافي العمومي نحو المكتبات العمومية هنا، اللي تكون معناها تستقطب الرواد نتاعها وتعطيهم مجموعة من الأنشطة، من بين الأنشطة دي ومن بين الحاجات الكتاب. يعني هو المستوى الأول في البطولة كان في المكتبات العمومية، يعني كان في المكتبات العمومية خلال 8 مليون كتاب هذم الموجودين في المكتبات العمومية، كانت مطالعة حرة. أي. اختيارات متنوعة، عربية غير عربية، فرنسية إنجليزية، هذا كله موجود. ثم التصفيات الجهوية يصير معناها، أنا نحب نحيي هنا زملائي في المكتبات العموميه بالمختلف التشكيلات نتاعها، وزاد نحب زاد نحيي رجالات التربيه والمثقفين والمبدعين اللي هما كانوا تقريبا الوقود نتاع البطوله دي في الجهات اللي هي امتدت على 10 اشهر، البطوله هي الامتداد نتاع 10 اشهر ثم يوم للتصفيات الوطنيه. فقد زاد نحب نزيد جمله كونه انه كما كانت المطالعه حره في المراحل الاولى نتاع البطوله، في التصفيات النهائيه اللي هي باش تصير ان شاء الله نهار الاحد القادم، عندنا لجنه وطنيه زاد نحب نحييهم افراد اللجنه هذوما اللي هما اختاروا مجموعه من الكتب اللي هي في معناها موجهه لكل شريحه عموريه حسب الكفايات المعرفيه للشرائح هذه. ثم الحقيقه الاختيار نتاع الكتب هذه مشينا في الكتب اللي هي تعبر علينا احنا كتوانسه في القضايا النطروحه على انفسنا، كقضيه الحريه، كقضيه المراه، كيف زاد ان احنا كشعب عبرنا زاد على الانفتاح نتاعنا، ثمنا الفكر التونسي والادب التونسي. حقيقه وزاد كيف زاد ثم انفتاح كبير على الادب العالمي من خلال وفما اقبال توا سي الياس، معناها خاصه خلينا نحكيو على الجينيراسيون الجديده، معناها احنا نعرفوا قبل مثلا المكتبه العموميه كان عندها قيمه كبيره، كانت بقدرها برشا المكتبه، وكانت الناس الكل تمشي للمكتبه، ما كانش فما ممكن التطور التكنولوجي نتاع توا، كانت هي الملاذ خلينا نقولوا نتاع تقريبا معناها اغلبيه التلامذة. هل اليوم مع طبعا هي بطوله من نوع هذه تنجم تكون دافع، تنجم تعاون، ولكن فما اقبال خاصه الصغار، فما اقبال ولا لا؟ انا نجم نعطيك بعض الاحصائيات على المكتبات نتاعنا، ربما هي الاحصائيات هذه في تعبر بطريقه ما على معناها الاقبال، او انا نقول ديما انه مثلا تو على الاقل في البطوله، فقط في البطوله معناها وقع قراءه 1,140,000 كتاب فقط في البطوله، ولكن في الاحصائيات العاديه نتاعنا احنا عندنا تقارير يوميه، تقارير شهريه، ثم تقارير سنويه نرصدوا فيها معناها الطلبات ونرصدوا فيها معناها
التقدم متأخر في نسب معينة. فقط نحب نقول أنه راه المكتبات هذه الـ 436 حاضنة كبيرة للأطفال. عندنا 436 مكتبة في تونس، مكتبة عمومية. وهي أكبر شبكة مكتبات في أفريقيا والعالم العربي، وهذا فخر كبير لتونس. قداش نطالعوا تقريبا من بالضبط هذا جاي كان لهنا. احنا عدد زيارات مسجله سنويا عن الناس يدخلوا للمكتبات، ينجم واحد يدخل اكثر مره، 3.7 مليون زياره. عدد الكتب اللي تصير مطالعتها على عين المكان، معناها في الفضاءات نتاع المكتبات نتاعنا او في اطار المناوره المنزليه، تقريبا في حدود 5 مليون كتاب اللي تصير معناها مطالعتها من مختلف الشرايح العمريه. رو انا نحب سنويا هذايا سلياس، هذا كل سنه هذا كل سنة. فقط نحب نزيد حاجة، راهو احنا هذه البطولة هي تظاهرة من تظاهرات، ولكن في نفس الوقت حلينا في المكتبات نتاعنا فضائيات لسن ما قبل دراسة، من أجل الاشتغال على الأم خاصة والعائلة، أن المكتبة يكون فيها فضاء للصغيرات اللي توبتي من أجل قراءة كتاب، ومن أجل أنه نجرس وك العادة ديك في الصغار، معناها من بداية تاع السن نتاعنا. ثم فضائيات أخرين زادة اللي ضعيفي وفقدي البصر، لأنك يعني نشوف هنا ثم في البطولة ثم 23 من ضعيفي وفاقدي البصر هو موجود معنا في الدور النهائي. هذا شيء رقم مهم، لأنه احنا حلينا تقريبا عندنا تو 10 فضائيات في الجمهورية، وين ثم الفئة هذه موجودة على الأقل حسب المدارس الدامجة وغيره، نخلق فضائيات لضعيفي وفاقدي البصر في المناطق هذيك، من أجل أنه من أجل التمكين الثقافي للفئة هذه، من أجل أنه نعطوهم حقهم في الكتاب ونفاذ المعلومة وغيره. ولكن زادة نحب أن نأكد على نقطة أخرى، ولا صراحة هي نقطة مضيئة في البطولة، أنه كما عملوه كان عندنا مشاركة واسعة تقريبا في حدود 150 مشارك المساجين أثناء وأنا نحب نحيي الهيئة العامة نتاع السجون اللي الحقيقة فتحت قدامنا السجون، معناها اللي هم 28 سجن أو الإصلاحيات، وعندنا أثناء سجلنا 420 مشارك من نزلاء المؤسسات السجنيه، واللي العدد نتاعهم هذايا باش يخلينا احنا نعملوا دور نهائي اخر خاص بالمساجين، واللي هو باش يكون باذن الله في 10 ديسمبر اليوم العالمي لاعلان حقوق الانسان. دونك مهمه جدا الارقام اللي تقول فيها سيلياس، وطبعا على اهميتها محتاجه انها تزيد تتطور اكثر، خاصه تدخل وترجع هالعاده هذه تدخل في العادات نتاع الصغار، سورتو احنا نحكيو على الصغار اليوم اللي مسيطر عليهم التليفونات والتكنولوجيا، واللي ما نجموش نقارنوا، معناها التطور التكنولوجي باهي ولكن ما نجموش نقارنوه مع المطالعه اللي تعاونهم في الفهم في التركيز، اللي توسع لهم الابتكار والتفكير نتاعهم، اللي تحسن لهم معناها المعرفه نتاعهم مصطلحاتهم، يعني السورس الصحيح اللي حشنا به هو ديما يقعد الكتاب. معناها اليوم شنو استراتيجياتكم الاخرى القدام؟ متفاهمين انه البطوله مهمه ويعطيكم الصحه وهنحكينا عليها، ولكن شنو تخموا القدام؟ اي اولا هي راهي البطوله هي تظاهر من تظاهراتنا، عندنا تظاهر اخرى اللي هي المسابقه في الكتابه الادبيه للاطفال والشباب والناشئ، اللي هي تمس الكتابات نتاعنا كلها، والمعنى في الدوره الاخيره هذه اللي طبعنا لها الكتب نتاعها، وقع رصد 1015 عمل معناها في الكتابه الادبيه، وقع تجميعه وتقييمه، ثم معناها تعدوا بجميع مراحل التقييم، ثم طباعه الاعمال الفائزه واعاده توزيعها للمكتبات العموميه. ولكن انا نحب نزيد جمله في الاطار هذا، كونه انه راهو صحيح مسألة الكتاب هذه الإقبال على الكتاب مسألة معناها دقيقة ومهمة برشا، ولكن قلت هو حلينا الباب اللي للنوادي، لابد من وجود نوادي، نوادي في اللغة والأداب العربية والفرنسية والإنجليزية وغيرها، نوادي البيئة، نوادي الصحة، نوادي العلوم بالمختلف الأنواع نتاعها، لأنه في معناها التصور معناها للمكتبات في العالم على الأقل في الوقت هذا، انه المكتبه فضاء ثالث يمشي لها الانسان بعد العمل وبعد المنزل وبعد البيت وبعد المدرسه، يمشي للمكتبه يلقى نوادي، ولكن مكتبات على الاقل نحبوها تكون فضاء للقاء وفضاء للحوار، لازمها تتطور المكتبه في حد ذاتها، لازمها تتطور. بالضبط انا نحب نربح الصغير هذاك ولا اللي جون اللي نعملوا لهم تو في نوادي الرسم ونوادي الفنون التشكيليه ونوادي البراعات اليدويه، يجي للمكتبه صحيح باش يقرا كتب، ولكن زاد باش يستفيد من النوادي، وهذا هو اللي يبني الانسان. وانا نربح الصغير هذا ولا اللي يجون انه يقعد في الشارع، انه يجي للمكتبه العموميه ويقعد، وهذا هو التصور الجديد، اني المكتبه فضاء للقاء نتقابلوا فيها ونحكوا فيها، وزاد نقروا الكتب. وفقط بان طولت عليك، فقط انه
كل ما شعب اقترب من الكتاب إلا هو شعب يعرف فروقية وعرف تقدم. من هذه الرسالة رسالة معناها الحقيقة نبيلة برشا، ومن خلال أن هالشبكة الكبيرة دي متاع المكتبات العمومية متاعنا اللي فيها 44 مكتبة متنقلة تجوب الأرياف وتغطي 83.7 من المجال الريفي التونسي. وذلك علاش لازم نستغلوها سيليس، لأنها هي شبكة كبيرة، لأنها موجودة في كل ربوع تونس، لأنها توصل لكل بلاصة، يعني كل بلاصة فيها مكتبة. يلزمنا اليوم نستغلوها، هذه يلزمها تتطور المكتبة، يلزمها تخرج من الحلة القديمة وتواكب التطورات، تكون فضاء كما قلت فيه برشا معناها أنشطة أخرين، تستقطب الكبار والصغار. اليوم حتى دول متقدمة علينا برشا 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 في التكنولوجيا، ومتقدم علينا زيادة برشا برشا في استقطاب الناس اللي تمشي للمكتبات، لأنه المكتبة عندها وليت حلة أخرى، وليت المكتبة مزيانة تنجم تجذبني أنا وإنتي وفلين وفلين والكبير والصغير، نمشي نلقى فيها اللي نحب عليه، نلقى لورديناتور ونلقى الانترنت ونلقى الكتاب ونلقى الاكتيفيتي سبورتيف ونلقى ونلقى ونلقى، هذا الكل نورمالمون يكون في المكتبة. ميرسي على كل حال، وإن شاء الله تكون هذه فرصة باش نزيدو نخمو أكثر كيفاش نطوروا المكتبة وكيفاش نزيدو نحسنوا أكثر من نسبة إقبال التوانسة على الكتاب على المطالعة. سيليس الرابحي مدير إدارة المطالعة العمومية بوزارة الثقافة، شكرا جزيلا ليك. احنا